المقابلة؟ الحمد لله احنا حضرنا مقابلة كما يلزم، اكيد مقابلة تشامبيونز ليغ مش كما مقابلة بطولة، عندنا تحضير خاص. حسب الجيش الملكي اول فريق فاز بالشامبيونز ليغ في المغرب، اليوم اكد اللي هو عازم باش يكون ان شاء الله شامبيونز ليغ مرة اخرى تكون في المغرب ان شاء الله. شفناك اليوم في الدور ديال المدرب غياب شنو كيفاش كان التواصل من الكرادان مع المونتاج؟ التواصل عادي كما شفتوا بالليزربود، كان فما توصيات قال لنا نوصلوا فيها للاعبين، هذا عادي. بالنسبة لك المباراة القادمة ديال الجيش الملكي في الماتش ديالها، واش غادي تفكروا في البطولة ولا تفكروا في الشامبيونز ليغ؟ نفكروا في كل شيء.